دوك احنا سؤالنا من جانب بروفيسيونيل راح نحكي شويه على الجانب الشخصي هارون، لانه ما على باليش شفت على مواقع التواصل الاجتماعي ماشي اغار انه 2017 اوسي بالاضافه للفيديو كليب اللي دار حاله دار لو بوز تخطبت سهيله بالجاب اعلنت خطوبتها مع الملحن والمغني المصري صح ولا لا؟ لا صح. احكي لنا شويه. محمد فخراني نقول له اول شيء كل عام وانت بخير. اذا راهي نقول له كامل كل عام وانت بخير. يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي، هو مجرد كان حب يعمل لي عيد ميلاد وكان عندي اشغال في مصر وديت الوالده كالعاده وين تروح تكون معايا، وهو فاجأني بهذا الشيء، استغل حضور ماما بصراحه، قال بما انها الوالده هنا احنا نهضروا معاها وحكاوا العائلتين مع بعض ومازال يجي للجزائر يجي البساعة. هل في 2000 ان شاء الله، هل في 2018 راح يكون عرس سهيله بن شهاب ولا لا؟ لا والله ما على بالي، يعني لحد الان مازال ما قررناش هذا الشيء، مركزين على الفن اكثر، يعني هو كل شيء اكثر كلمه نسمعها منه انه سهيله ركزي في الفن تاعك وخاصه الراي لانه هو اللي راح يوصلك. كيفاش تعرفتي عليه؟ تعرفنا كنا اصدقاء، تعرفنا من قبل في عرب ايدل وفضلنا على تواصل 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 حتى الحكاية كبرت. راح نكمل.